بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا محمد بن بريك، شكرا سعد العتيبي، متابعينا الكرام، مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في انطلاقات هذا المساء، والخاصة بسن الحيل والزمول وتواجد شعارات أصحاب السمو والشيوخ والسعادة في منافساتنا ضمن هذا السباق المحلي الرابع وفي أسبوعه الثاني نختتم منافساته في هذا المساء. على بركة الله متابعينا الكرام، انطلق قبل لحظات ثالث أشواطنا والشوط الثاني الخاص بالحيل. نتابع البداية والصدارة وأول المراكز. نجلة لهجن الشحانية هناك على البداية والصدارة، بينما في التضمير هناك المشاغب محمد بن خالد العطية وثاني المراكز. أتابع اقتحام القادمة والمتواجدة مع ثاني المراكز لهجن الشحانية، يتابعها في التضمير جابر بن سالم بن فاران، بينما ثالث الأسماء متابعين الكرام. أتابع التقدم هنا والقادمة هنا الغارية لهجن الشحانية المتواجدة مع ثالث المراكز، يتابعها المشاغب محمد بن خالد العطية، بينما رابع الأسماء وصلت مخيفة هنا القادمة مع رابع المراكز لهجن الشحانية. هناك المتابعة لدى الذهبي سالم بن فاران المري وخامس الأسماء. هنا مزنة تصل متابعين الكرام لهجن الشحانية، خماسية شحانية متابعين الكرام. هنا مزنة لهجن الشحانية والمتابعة لدى جابر بن سالم بن فاران. هكذا النداء متابعين الكرام لمراكزنا الخمس المتقدمة في هذا الشوط في منافسة قوية في تحدي مثير. أعود إلى البداية هناك، أتابع الصدارة، أتابع المقدمة هناك مع نجلة. نجلة على الصدارة والبداية، تقود المسار الأول، تقود هذه الأسماء المشاركة. نجلة لهجن الشحانية المتابعة لدى محمد بن خالد العطية. من يتابع نجلة هناك على الصدارة على الكادر الأعلى متابعين الكرام، بينما ثاني المراكز أتابع التقدم والقادمة هناك مع ثاني المراكز. اقتحام من تريد أن تقتحم المركز الأول، القادمة في ثاني المراكز لهجن الشحانية المتابعة لدى جابر بن سالم بن فاران. هناك يقدم اقتحام إلى ثاني المراكز، بينما ثالث الأسماء تابع الغارية لهجن الشحانية المتواجدة والمنطلقة مع ثالث المراكز. المتابعة لدى المشاغب محمد بن خالد العطية. انتصفت مسافتنا متابعين الكرام، ولكن أتابع القادمة مزنة لهجن الشحانية متابعينا الكرام. هنا القادمة مع رابع المراكز، يتابع حشب الجابر بن سالم بن فاران. وهنا القدوم وصلت مخيفة مع خامس المراكز متابعينا الكرام لهجن الشحانية، يتابع الذهبي سالم بن فاران المري. الله الله الله، خماسية شحانية متابعينا الكرام في هذه الأمسية التراثية. الله يا البداية، الله يا منافسة الصدارة والانطلاق. هناك متابعينا الكرام مع نجلة على الصدارة، تنطلق مشاهدين الكرام، تقود المسيرة إلى هذه اللحظات هناك بشعار هجن الشحانية، الشعار الأدعم المتواصل والمدعم بهذه الأسماء السبق وهذه السلالات القوية. هناك مع الصدارة انطلاقة نجلة متابعينا الكرام هجن الشحانية، المشاغب محمد بن خالد العطية. ولكن شوف القادمة، الخطورة القادمة هنا من مخيفة. الله يا مخيفة، قبل لحظات كانت هناك في خامس المراكز، جاوزت وانطلقت إلى ثاني المراكز مخيفة لهجن الشحانية. الذهبي يتابعها بالتضمير سالم بن فاران المري. الله على هذا الأداء وانطلاقة مخيفة مشاهدينا الكرام. ولكن أتابع مزنة هنا مع ثالث المراكز متابعينا القادمة والمنطلقة بشعار هجن الشحانية.
الريحانية يضمرها الشبل، جابر بن سالم بن فاران رابع المراكز الغارية لهجن الشحانية، المتابع لدى محمد بن خالد العطية، ولكن أتابع وصلت شعلة، شعلة القادمة بشعاري هجن الشحانية تصل في هذا النداء هنا مع خامس المراكز، المتابع لدى جابر بن سالم بن فاران هنا القادمة مع خامس المراكز، ولكن أرى أسماء قادمة، أرى شعارات الله الله الله، أتابع التقدم متابعين الكرام، التماس التماس تصل في هذه اللحظات لهجن الشحانية، والمتابع لدى جابر بن سالم بن فاران، الله على هذه الأسماء متابعين الكرام. بدأنا بالاقتراب، بدأنا بالاقتراب، ومخيفة هناك على الصدارة، مخيفة ولكن من الجانب الآخر، أتابع مزنة 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 غيرت على الصدارة، انطلقت بشعار هجن الشحانية، مزنة هناك مع البداية، الشبل يتابعها في التضمير جابر بن سالم بن فاران، ولكن الله يا مخيفة، أتابع الأسماء، أسماء قوية قادمة في هذه اللحظات، وصلت التماس، يا مرحبا بالتماس، هنا وصلت أيضا وانطلقت بشعار هجن الشحانية، الله الشبل، الشبل قادم أيضا بثلاثية ماسية، وتابعة من خلال أيضا بروق بشعار هجن الشحانية مع ثالث المراكز جابر بن سالم بن فاران، وهنا شعلة أيضا بشعار هجن الشحانية محمد بن خالد العطية، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى مقدمة الشوط، الله يا مزنة، مزنة على الصدارة، ولكن الخطورة قادمة، الخطورة من التماس، مزنة على الصدارة والتماس قادمة مع ثاني المراكز، شعار هجن الشحانية المتواجد هنا على الصدارة مع هذه الثلاثية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران، ولكن التماس، التماس مع اللحظات الأخيرة انطلقت التماس، غيرت على الصدارة، الله على هذا الأداء، صاحبة هذا الشوط في السباق المحلي الثالث أيضا تظفر بناموس هذا الشوط، تنطلق التماس متابعين الكرام بهذا الأداء الممتاز هنا مع اللحظات الأخيرة، تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهنئة للشبل جابر بن سالم بن فاران بأداء تلقائي هنا مع لحظات الوصول، أيضا نتابع التماس متابعينا الكرام أمام خط النهاية والعرض الأخير، بسم الله ما شاء الله على هذا الانطلاق الممتاز، هنا التماس متابعينا الكرام لهجن الشحانية، والتهنئة للشبل جابر بن سالم بن فاران، ثاني المراكز كان الوصول من مزنة لهجن الشحانية، بينما ثالث المراكز وصلت بروق لبشعار هجن الشحانية، ورابع المراكز كان الوصول من غيوض لهجن الشحانية، وخامسا وصلت شعلة أيضا بشعار هجن الشحانية، خماسية شحانية في هذا المساء متابعين الكرام، تابعنا أيضا منافسة وندية حتى اللحظات الأخيرة، تهانينا والناموس لهجن الشحانية، نتابع أيضا التماس ولحظة وصولها 9:26 بالوفاء والتمام، تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهنئة للشبل جابر بن سالم بن فاران، ثاني المراكز وصلت مزنة ب9:26 9 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والثانية أيضا للشبل جابر بن سالم بن فاران، ثالثا كان الوصول متابعين الكرام من بروق ب9:27 3 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لهجن